اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي واشواقي. اليوم جاي اعرفكم على مطعم مصري بيعمل اسماك مقليه ومشويه في منطقه سلاو في غرب لندن، وبصراحه ما شاء الله عن تجربه سابقه اكل طيب كثير وبنصح فيه. تعرف رجيك المكان في القناة. احنا حرك المكان، اجواءه شعبيه بتعطيك انطباع انه انت في بلد عربي، يعني اللغه العربيه ما شاء الله، شباب مصريين محترمين. هاي المكان تحس انه انت يعني في مدينه ساحليه، اجواء البحر. الفيديو هذا مختلف لأنه بالعادة احنا بنعمل على مطاعم فيها مشاوي وكذا، لكن هذا مطعم بحري بامتياز بإدارة عربية مصرية في منطقة سلاو. بالنسبة إلي كشخص مولود في مدينة ساحلية في غزة في فلسطين، المأكولات البحرية بالنسبة إلي هي المفضلة، فاليوم حبيت أجرب الأكل معاكم وأحكي لكم رأيي. احنا مطعم مصري خالص، احنا بنعمل نفس الطريقه المصريه، بتختار السمك من على ديسبلاي، بتختار اللي انت عايزه وبالطريقه اللي انت عاوزها، يعني انت بتختار السمك وبعدين احنا بنعمل لك بالطريقه اللي انت عاوزها. عندنا السنجاري والمشوي رده، ده للمصريين معروف يعني ان احنا نادرا ما بتلاقيه. عندنا البوري وعندنا الدنيس والقاروس والبلطي وكل ما يخطر ببالك من الانواع العربيه والعراقيه، لان دول اكتر ناس بيحبوا السمك. بنعمل مسجوف العراقي، البني، ايه البني، عندنا البني بنعمله مسجوف، هذا البني. البوري برضو عندنا، وعندنا التونه، وعندنا الاسكالوب الجمبري بانواعه وطبعا بالاحجام بتاعته، الكينج سايز والتايجر سايز. بنشوي باربيكيو وبنشوي بالفرن وطواجن. ده اسكالوب، ده سيبريم اللي هو الاروس والدينيس، وده زب ليمون، وده كينج برونز اللي هو التايجرز، ده مسلز اللي هو بلح البحر، والكابوريا او السلطعون، الاستاكوزا، وال اللي هو السيباس، وده بقى ده اطيب شيء، ده اللي هو السلطان ابراهيم او البربوني، وده مقليات اللي هو السكويد وبرونز. السفره هاي المره مختلفه زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. انا بالعاده بحكي العيله بتاكل، البرزنتيشن روعه جدا، والاكل ريحته مشهيه وما في زنخه ابدا، والخدمه سريعه جدا، بسم الله ما شاء الله. بدي اذوق الاكل واحكي لكم رايي. هذه الشغله نايبل هيك بس، بسم الله ما شاء الله. هيو اللحم الزاكي، هيو شايفين، بسم الله ما شاء الله. يعني اكيد هذا اكبر دليل انه الاكل زاكي وطيب كثير، معركه بكل معنى الكلمه. بصراحه اول مره اكل اكل بحري من سنوات، واليوم انا حسيت انه انا في دوله عربيه، خاصه في القاهره. بنصح في المكان وبقوه، حتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد، معلومه جديده. سي يو اجين.